اوكي وصلني شيء من باي بال. لقد شو والله $50، لقد لقيت $50 من باي بال. الان حط تحت تحديد وريفريش يا جماعه. هاي والله وصلت يا شباب 5 و10 و15 و20 و55 يا اصدقاء، فالمجموع الكامل $100. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب، اليوم لكم بمقطع جديد مقطع اسطوري. اليوم يا جماعه الخير شباب عندي مقطع خوف وشاري، كلكم يا اصدقاء يمكن تحصلون على جوال فري فاير سكار تيتان، اشياء مره خرافيه يا جماعه. فتذكرون يا شباب لما كنت سويت مقطع مع اخي وقلت لكم يا جماعه حطوا هذا الكود تبع التطبيق عشان نقوم بتجربته لو هو تطبيق صادق ولا تطبيق نصاب يعني. فالو يا جماعه الخير، بكل صراحة تطبيق طلع صادق ووصلوني يا جماعة الفلوس، وراح تشوفوني شباب كل شيء اثبات سحب وكل شيء، وبعدها راح اشرح لكم يا جماعة كيف يمكن تحصلون عليهم. راح تحصلون على رصيد باي بال وبطاقات جوجل بلاي وبكثرة رصيد باي بال، ورصيد باي بال يمكن تشحن به بالدوبل يعني الجوال بالدوبل، فمثلا يعني $10 تقدر تعطيك 2000 جوهر يا صديقي، فشيء خرافي يا جماعة. يلا حط لايك لأنه بما أنه يا جماعة شيء خوف وشاري وكلكم يا أصدقائي يمكن تحصلون، فلازم هذا المقطع يوصل 50,000 لايك يا أصدقاء. اوكي بدون ما اطول عليكم يا شباب خليني اشرح لكم يا شباب كيف. فكنت مسجل يعني اللقطه يا جماعه يوم 26 يعني وصلوني الفلوس يا جماعه من هذا التطبيق، فقمت بشحن من المتابعين ووزعنا على البيج وكثير اشياء خوف وشريه. فبدون ما اطول عليكم يا اصدقاء لايك لهذا المقطع سطير وخلونا نكمل. اوكي يا جماعه كما تلاحظون يا شباب هون في هذا المكان هذا يا جماعه هو تطبيق رويال فيشنج، راح ندخل وراح نقوم بطلب السحب يا جماعه. هذا المقطع مسجل من قبل، ففي هذا المكان يا شباب كما تلاحظون شوفوا كم جمعت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، فالمجموع كله $100. اوكي هون يا اصدقاء راح تحط الايميل تبعك يا اسطوره بهذه الطريقه، خليني يا جماعه احط الايميل. الايميل طبعا تبع الباي بال مو اي ايميل هيك بس، فالايميل يكون لازم يكون عندك به حساب باي بال. اذا ما تعرف تسوي حساب باي بال روح ابحث على اليوتيوب كيف تسوي حساب باي بال، راح تسوي حساب باي بال. اوكي نايس يا جماعة هيك يا اصدقاء. اوكي نايس، هذا يا جماعة هو الايميل تبعي. هون يا اصدقاء راح تحط في الخانة اللي تحتها شو اسمه هذا رقم الهاتف، عشان اذا كان مشكلة يتوصلون معك في الواتساب او ما كان عندك ايميل ولا ما اشتغل الباي بال عندك ولا شيء فيتواصلون معك بالواتساب. اوكي هون يا صديقي تحط رقم الهاتف يا اسطورة بهذه الطريقة. فهون يا جماعة الخير حطيت رقم هاتفي، ودوروا يا جماعة ما تخطأوا تأكدون من كل شيء. فراح نحط يا جماعه ريدم او سحب يا اصدقاء، تضغط على هذا الزر الاخضر وراح تقوم بطلب السحب. كيف يا اصدقاء؟ يعني كل ما تجيب اصدقاء لهذا او اشخاص لهذا الموقع راح يتم اعطاك يعني اعطاك اعطائك مكافاه بفلوس. ثواني شباب راح نشرح لكم كل شيء. الان قاعد اسحب اوكي، فكل مره لازم تحط الايميل والباسورد مره اخرى. انا يعني قصيت يا جماعه لقطات لما كنت احطهم مره ثانيه، فالمرة الواحدة تكفي لما اشرح لكم. اوكي شباب خلينا نشيل يا اصدقاء كل شيء هيك وراح نستناهم حتى يدفعوا لنا. اوكي يا جماعه الخير كما تلاحظون يا شباب في هذا الوقت 26 في السادسه صباحا يا مدير توصلت يا جماعه ب $15، فما اعرف من وين لما حطيت تحديث يا جماعه لقيت انه وصلني $20، وهذا الاشياء مره اسطوريه يا جماعه. خلينا نشيل هذه عدم الازعاج يا جماعه ونروح يا شباب نتاكد من موقع او من تطبيق الباي بال يا اصدقاء. ثواني ايقاف التشغيل. اوكي يا جماعه الخير هيك حاليا اصدقاء دخلت الباي بال كما تلاحظون من رويال فيشنج. شوفوا اوكي $15 من رويال فيشنج يا جماعه من التطبيق يا اصدقاء من الصين يا جماعه. اوكي نروح يا شباب للباي بال ونشوف الكم توصلنا حاليا. فانا طلبت 4 و5 دفعات يا جماعه، المهم طلبت يعني تبع 5 وتبع 10 دولار وتبع 15 وتبع 20 وتبع 50 يا اصدقاء. اوكي اعطوني 5 و10 و15 و20، وين ال 50؟ تنقص يا جماعة 50 يا شباب. اوكي نحط تحديث لانه لساته فارق ثمن يا جماعة، لساته وصلوا يا اصدقاء 5 10 15 20. نروح يا جماعة على التطبيق نشوف لو تم السحب منه ولا شو. يلا يا قوية الفيشي والله يا جماعة تطبيق اسطوري يا شباب. فثواني خلوكم وراح اشرح لكم كيف تسوون. تم الدفع تم الدفع تم الدفع، فهذه يا جماعة لساته $50 لساته شباب ما دفعوا لي اياها. ثواني نروح يا جماعة وبس يوصلوني نشوفه يا اصدقاء ولا ما اعرف. اوكي كم تتأخر مثلا؟ يمكن 50 مبلغ كبير تأخروا عليه ولا تأكيد ولا الله أعلم يا شباب. أوكي وصلني شيء من باي بال. لقد شو؟ والله $50، لقيت $50 من باي بال. الآن حط تحت تحديد وريفريش يا جماعة. هاي والله وصلت يا شباب 5 و10 و15 و20 و55 يا اصدقاء، فالمجموع الكامل $100. هذا $100 يا شباب يعني وزعت بعض منها من على البيج ولايف وعلى القناه، ولسه يا جماعه راح اوزعها كلها عليكم لانه انتم يا جماعه اللي ساعدتوني عشان حصلت عليها، وراح اساعدكم عشان انتم ايضا تحصلون على هذه الاشياء. ف
فوالله يا اصدقاء شيء اسطوري يا جماعه. اوكي شباب كما لاحظتم وصلوني الفلوس، طلبت سحب يعني ما تاخروا علي يا جماعه، هيك تقريبا من 3 إلى 4 ساعات كانوا وصلوني، فعندهم يعني في التطبيق كاتبين من بين يعني من بين ساعه ليومين يا اصدقاء يكون وصلوا فلوسي، شيء اسطوري يا شباب. الان يا اصدقاء بدون ما اطول عليكم خلينا نشوف كيف يعني يمكن انت تحصل على هذا الفلوس كما حصلت عليهم انا وتشتري بهم. يعني اخي انت 100 دولار ولا 200 دولار فليش اشتري بها فري فاير؟ تروح مباشره يا اخي اشتري هاتف يا صديق، اشتري جوال، اشتري دراجه، اشتري اي شيء اسطوري. فهذه 100 دولار 1000 درهم اخوي، 1000 درهم 1000 درهم. اوكي شباب الان يا اصدقاء راح اوريكم يا جماعه الطريقه. اول شيء راح تقوم بتنزيل التطبيق من الرابط الموجود في صندوق الوصف. فهذه يا جماعه الخير هو تطبيق ويا فيشنج، راح نحط يا جماعه الخير فسح يا اصدقاء. فالان راح يقوم بادخالنا على التطبيق يا شباب لانه اول مره يا جماعه ادخل هذا الهاتف مو تبعي. فكما تلاحظون يا اصدقاء صفر كل شيء يا جماعه، ما في اي شيء، راح تضغط على هذه الهديه الموجوده فوق. اوكي كما تلاحظون هون يا جماعه الخير موجود عندنا انفيت كود، هذا الكود تبع الدعوه تبعك اللي راح تقدر تحصل فيه على الفلوس، والثاني هو رابط الدعوه اللي راح ايضا تقدر تحصل فيه على الفلوس، والثالث يا جماعه شيء تحت يا اصدقاء. كما تلاحظون ما عندي هون فلوس حاليا، ما اقدر احصل على شيء حتى اقوم بتشغيل الموقع. وتشغيل الموقع يا اصدقاء لازم تحط كود، كود من كود اي شخص، فما يهم. انا انصحك يا صديقي تسوي الكود تبعي فراح تلاقيه موجود في صندوق الوصف صديقي، لما راح تسويه راح يجوني انا فلوس، يعني راح اجمع مبلغ وراح اقوم بتوزيعه. وقريبا راح اسوي شباب حرق لا سكارتان لا 3 أو 4 من المتابعين، وطبعا راح يكون من الفلوس تبعي ومساعدة شوي من هاد الفلوس اللي نسويها يا جماعه من التطبيقات. فالمهم يا جماعه تخدون ما طول عليكم، هون يا صديقي راح تحط الكود، فلا تحط هذا الكود اللي احطه الان، لا حط انت الكود الموجود يا صديقي في صندوق الوصف. اوكي هذا راح احط يا جماعه الخير هيك جست. فالان يا جماعه حطيت كود واعطوني يا جماعه 2 دولار تبع جوجل بلاي، لما راح توصل ال 100 تقدر تسحبهم، فمبروك لا الي ولا ما ادري يا جماعه. اوكي نحط كولي الان يا اصدقائكم تحطون يا شباب هون الانفيت كود، صفر دعوه عندي حاليا يا جماعه، دعوت صفر اشخاص. فلما راح تقوم انت صديقي اذا ما تلاحظون هذا الكود تبعي اذا اعطيته لاشخاص راح يقدرون يدخلون به. يا جماعه لا تدخلون بهذا الكود، تدخلون بالكود الموجود في صندوق الوصف يا جماعه، رابط والكود موجودين في صندوق الوصف يا اصدقاء، بهم افتحوا الموقع. فهذا الهاتف مو تبعي يا جماعه، بس اصور به وبس. اوكي المهم كما تلاحظ يا صديقي عشان تحصل على 5 دولار لازم تقوم باضافه 100 شخص للتطبيق، يعني تعطي هذا الكود يدخل به 100 شخص حصلت على 5 دولار. اذا وصلت يا صديقي ل 300 راح تسحب ال 5 دولار اللي حصلتها من 100 شخص، وراح تحصل على 10 دولار اخرى من 300 شخص. واذا وصلت يا اخي لل 500 شخص راح تحصل على 15 دولار زائد 10 هي 25 زائد 5 هي 30 دولار فقط ب 500 شخص. يعني قم مشاركته على قناتك اذا عندك قناه، وجيب اشخاص اذا عندك فيسبوك، اذا عندك انستغرام، اذا عندك اي شيء فاطلب من اصدقائك، راح تقدر تجمعها بكل سهوله يا صديقي 300 شخص او 500 شخص او حتى 1000 شخص. فاذا قمت باضافه 2000 شخص يا جماعه بالضبط عد النقد اللي موجود 2000 شخص، كما يعني قمت انا باضافه 2000 شخص يا اصدقاء فحصلت على 100 دولار، يعني 50 دولار زائد 20 هي 70، زائد 15 هي 85، زائد 10 هي 95، زائد 5 هي 100 دولار يا اصدقاء. اشحن بها، اشتري بها هاتف، سوي بها اللي تبغى، فكل شيء سهل يا اصدقاء، وتطبيق صادق. يعني انا قبل ما اعطيكم تطبيق حتى قمت بتجربته، فما في اي كلام يا مدير. يلا يا جماعه هذا المقطع 50000 لايك، يعني اجيب لكم يا جماعه حاجه متقونه، حاجه يا شباب ما فيها اي خطا، يعني انا حتى تاكدت من الموقع بعد اعطيته لمتابعيني، ومو اعلان ولا شيء، اقسم بالله يا جماعه انا جايب لكم الموقع او التطبيق مو الموقع. فبس يا اصدقاء اتمنى يا جماعه الخير، وايضا ثواني هون يا جماعه تقدر ايضا تحصل على الكرود، فهون تضغط هيك ويعطيك هذا الصائد. فانت مثلا هيك اخذت هذه بطاقه الباي بال كما تلاحظون، وتاخذ سمك وكثير اشياء وتتطور. فهذه البطاقه تبع الباي بال راح اضغط على اخذ، فكما تلاحظون حصلت عليها كولي. اوكي كما تلاحظون يا جماعه الخير هون عندي حاليا $0.92 تبع الباي بال و$2 من جوجل بلاي، فاضغط على هذا اليد المستحب الموجوده تحت هون. كما تلاحظون اذا وصلت ل 100 اسحب بطاقه $100 باي بال، واذا وصلت ل $100 في جوجل بلاي راح اقدر احصل على $100 في جوجل بلاي. انا حاليا في التطبيق تبعي اللي موجود في هذه الكاميرا اللي اصور بها، فتقريبا حصلت على 60 ولا 40 ما ادري يا جماعه، فلما اوصل 100 اسحبها اوزع عليكم يا اصدقاء. نايس. فشو الشيء الثاني؟ وتضغط على هذه يا جماعه، هذا الزر الموجود تحت لما تضغط عليه يعطيك هذه البيضات، فاختر واحده منهم راح تعطيك مثلا هذه اعطتنا دولار جوجل بلاي، تضغط سحب، والاخرين يا جماعه لازم تشاهد اعلان عشان يعطوك اياهم. فيعني بكل سهوله يا صديقي تقدر تحصل على شو اسمه هذا، على الجوال فري فاير وتشحن في اي لعبه، مو ضروري فري فاير، فانت عندك رصيد باي بال اشتري به اللي بدك.
يا اخي كيف اطلع من هذا الاعلان؟ شيلوا لي الاعلان. الاعلان يا جماعه ما ينتهي حتى تنتهي الاعلان. اوه بسرعه اكس. كمان تحضرون حصلت يا جماعه على $1.37 جوجل بلاي، فثلاثه عندي حاليا دولار، لا عندي 4.37. بس توصل يا صديقي لا $100 تقدر تسحبهم. وهون يا جماعه تطور هيك، يعني انت لما تقدر تاخذ بس 5 سمكات، اذا قمت بالضغط على هذه 6 سمكات هون تطول يعني الشعره تبع الصياد وهذا الاشياء. فانا انصحكم اكثر حاجه تقدرون تجيبوا منها فلوس يا جماعه هي هذه يا شباب. فهون ادعوا اصدقائك وراح تحصل على ملايين الدولارات يا مدير. بس يا شباب خليني اقوم بايقاف التصوير من هون. نايس. المهم يا جماعة خير شباب، لهون يا اصدقائي نكون وصلنا لنهاية المقطع. مبروك للجميع اللي حصلتوا عليه، واللي حصل على اي دولار يا جماعة من هذا التطبيق حط له سكرين شوت وقوم بعمل لي منشن على الانستغرام يا صديقي، وراح اقوم انا ايضا بمشاركتك على الانستغرام. فيلا شباب 50,000 لايك ونلتقي في مقطع قادم ان شاء الله. واذا عجبكم يا جماعة المقطع حصلتوا على فلوس وكثير اشياء وجوائز وشكارتي ثانية يا مدير، فراح اقوم يا شباب بجلب لكم تطبيق اخر يعني تقريبا نفس هذا التطبيق وبنفس الميزات، فايضا يا جماعه موجود بس حتى تحصلون كلكم على فلوس من هذا نجيب لكم الثاني. الى اللقاء في مقطع قادم ان شاء الله.